بعدها هنتعلم حركه العجله ازاي تقدر تجيبها بايديك الاثنين. طبعا في منها بايد واحده في منها من غير ايد خالص. النهارده احنا اول حاجه هنتعلمها بايديك الاثنين. طبعا هي الشكل اللي عامل بتاعها كده تمام. والناحيه الثانيه برضو تمام. في ناس طبعا بتحب تجيبها شمال او يمين، مفيش حد ممكن في ناس تعرف تجيبها الناحيتين، بس في ناس بتقلق. الغلطات ايه بقى؟ يعني مثلا لو جيت تنزل، في ناس بتنزل كده ترجع في كلامها تاني خايفه انها تتجيب. طبعا مفيش حاجه هتحصل، اهم حاجه انك تعملها من غير ما تكون خايف. تاني هي دي طريقتها، لكن انت مثلا الاخطاء اللي بتعملها ايه؟ في ناس بتيجي تنزل كده تخاف ترفع رجليها لورا، طبعا هتقع. في ناس تلف اللفه غلط. اهم حاجه وانت بتنزل تاخد دفعه، يعني من جاي كده كده وانت بتنزل ترفع رجليك لورا، دي اللي بتديك دفعه اكتر. اهم حاجه ترفع رجليك دي عشان تاخد الدفعه. تاني بص اهو بالبطيئه، شوف الدفعه دي اهم حاجه في الحركه اصلا، من غير الدفعه دي الحركه مش هتيجي اصلا. الناحيه الثانيه وانا بنزل كده هرفع رجلي دي، هدفع برجلي تمام. طبعا احنا كده خدناها من ناحيتين. لو في واحد مثلا شايف ان هو احسن في ناحيه يعمل الناحيه بتريحه، بس برضو يحاول يكرر الناحيه اللي هو ضعيف فيها، عشان لو هو فضل ما يجيبهاش مش هيجيبها بعد كده. اهم حاجه وانت خفيف كده وانت رشيق تقدر تجيب الحركات تمرن عليها. تاني اخر مره اهو بالبطيء جدا. اول حاجه هاخد الدفعه كده قبل ما المس الارض اكون رافع رجلي، ما ينفعش لما اجي انزل كده اروح تبقى بطيئه جدا. قبل ما المس الارض اقوم رافع رجلي دي تمام كده. الناحيه الثانيه واهم حاجه ارفع ايدي والدفعه معايا. ممكن اعملها برده كده بس كده المبتدئين تبقى صعبه جدا تمام. تاني لو انا عملتها كده حلوه برده، بس تبقى ايه مش جايه بالشكل المظبوط. اهم حاجه اخد الدفعه اكتر تمام. ان شاء الله الحلقه الجايه نتعلمها من غير ايد واحده، بعد كده من غير ايد خالص ان شاء الله. نشوفكم الحلقه الجايه ورب